تتابعونا في نشرتنا أيضا. نيجر فان برزاني يعزي تركيا بضحايا حادثة منجم الفحم، ومجهولون يحطمون قبر زوج وزيرة في إقليم كردستان، والأخيرة تكشف السبب. وعلى خلفية مقتل شاب، مواجهة بين قوات الأمن ومحتجين في ضواحي العاصمة التونسية. وفي اليمن الحزن عامل مشترك مع تفاقم أزمة صحة نفسية بسبب الحرب. ولأول مرة مسجد كولونيا المركزي يرفع الأذان في ألمانيا.